أقامت مدرسة النور العالمية الحفل الختامي لمسابقة النور العالمية لحفظ القرآن الكريم وتجويده تحت رعاية وحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وقدم الحفل الختامي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ علي حسن للطلبة من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية لجميع الأقسام بالمدرسة. وقد ألقى الأستاذ أمين محمد حليوة مدير المدرسة كلمة ترحيبية، وقام عدد من الطلبة من الصف التاسع والصف الثاني عشر بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم. بعدها قام راعي الحفل بصحبة الأستاذ علي حسن رئيس مجلس الإدارة بتكريم 250 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم وتوزيع الجوائز عليهم. وقد شارك في هذه المسابقة 5000 طالب وطالبة، صعد منهم إلى التصفيات النهائية 800 طالب، وفاز فيها 250 طالب. وقد تضمنت المسابقة عدة فروع وهي حفظ صور وحفظ أجزاء وأصوات جميلة. سعدنا اليوم بالمشاركة في حفل ختام مسابقة النور العالمية لحفظ القرآن الكريم تحت رعاية سعادة نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وتأتي هذه المسابقة تجسيدا لدعم القرآن الكريم ورعاية علومه، وهي تاريخية من 2012. وسعدنا اليوم وفخرنا بعدد المشاركين الكبير والفائزين المتميزين. هذه المسابقة التي تقام سنويا وعلى مدار 11 عاما يتم فيها تكريم الطلبة ذوي الأصوات الجميلة الذين فازوا على مستوى الصفوف من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر. هذه 10 سنة من الوفاء والكمال في أن نحفز الطلاب في مدرسة النور العالمية بأنهم يقرؤون القرآن الكريم ويحفظونه ويرتلونه زين عدل، يحثون الطلاب بأنهم يعني يتمعنون في آيات الله تعالى. أحث الآباء والأمهات وأولياء الأمور على تمكين حفظ أبنائهم القرآن الكريم، ونشكر وزارة العدل بأن جعلت مراكز التحفيظ في كافة البحرين وكاملها. والقرآن الكريم يبني المواطن الكريم، يبني الأب الصالح والأم الصالحة والعائلة الصالحة المتكاملة.